السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حماد الكاشف. لكل عشاق اللغة العربية ولكل طلاب الثانوية العامة، ما الصواب في القول أوصاني أبي على جارنا؟ صوب الخطأ في العبارة التالية. طيب، العبارة ليست خاطئة، أوصاني أبي على جارنا، قال لي للأسف الشديد الفعل أوصاني لا يأتي بعده حرف الجر على، وإنما يأتي بعده حرف الجر الباء. والدليل قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن الفعل أوصاني، الصواب إن نقول أوصاني أبي بجارنا، لأن الفعل أوصى ووصى يتعدى بالباء أو يتصل به حرف الجر الباء، فليس من الصواب القول أوصاني أبي على فلان، وإنما أوصاني أبي بفلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.